السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا. اهم حاجة بس ما تنسونيش اللايك وفي الشير وفي الاشتراك في القناة. راجع لكم بقى بأكلة جميلة قوي النهاردة. طبعا اللي كان الحاجة الرسمية لرمضان كان هو المحشي اول يوم، بس طبعا انا جاية متأخرة شوية، معلش سامحوني. اول حاجة هنعملها ان احنا هنقطع البصل، مش بحب البصل يتقطع في الكبة، فبقطعه على ايديا افضل. طبعا القوطة احنا خلطينها، سلقنا بقى الكرنب، كان في فيديو تاني لو انتوا عايزين ترجعوا له ممكن تبقى ترجعوا له تاني. سلقت الكرنب، يعني انا عملته قبل كده في القناة فما رضيتش اعمله تاني عشان ما اطولش عليكم. قطعت البصل واستخدمت سمنة عادية، لو عندك سمنة بلدي يا ريت، اكيد هتدي طعم رائع اكتر. يعني دي سمنة كريستال، صراحة هي حلوة برضو جميلة، يعني بالذات اللي هي الصفرة حلوه، يعني لو ما عندكيش سمنه بلدي ممكن تستخدميها. واحط شويه زيت برضو، بس هي اتشالت في المونتاج. قبل ما البصلايه بتاعتي تحمر قوي زي كده، هي كمان التليفون محمرها اكتر من كده، لكن انا كنت مخليها يعني مش حمرة قوي كده البصلايه، حطيت القوطه على طول. واول ما تتسبك نص تسبيكه كده همسك شويه خضره اروح احطهم في قلبها. انا لسه ما نزلتش الرز خالص ولسه التسبيكه ما تكملتش للاخر، يعني عندي شطه وملح وكمون وفلفل اسود، بس هي دي التوابل اللي انا بحب احطها على المحشي بتاعي. في حاله تانية بقى قطعت بصلايه وقطايه ونزلت بشويه سمنه الاول، وبعدين حطيت فيها ورق لوري وحبهان، وبعد كده نزلت باللحمه، بعد كده حطيت التوابل بتاعتي، اي توابل انت تحبيها حطيها. وهتسيبي بقى اللحمه مع نفسها كده شويه زي ما انت شايفه، انا سبتها شويه كده خدت ودت. في الفتره دي انا بقى قطعت الخضره اهو وحطيت شويه منها على التسبيكه قبل ما تتسبك، بتديها طعم حلو قوي. وقطعت شويه توم، مثلا اربع حب، مثلا تلات فصوص كبار اهو، شايفين انا باخدت كبشه اهي وحطيتها تلات فصوص كبار توم برده. في الفترة دي كانت لسه التسبيكة ما تسبكتش. وبعد كده بقى خدت التسبيكة بتاعتي من على النار وحطيت لها الرز والخضرة بتاعتي، وزبطت طبعا الملح وزبطت الفلفل يعني زبطت كل الحاجة وتأكدت تمام انها حلوة، انها مظبوطة جدا. دي بقى الحلة بتاعتي اللي انا هحشي فيها. قطعت تحت حلقات بصل وقوطة، وحطيت شوية طماطم انا كنت شايلهم على جنب من التسبيكة عشان تخلي البصل بتاعك، مش البصل، تخلي المحشي بتاعك لونه احمر. شويه ملح ودعكت البصل عشان يديني كده طعم حلو قوي، وحطيت شويه خضره برضو بس ما بانوش، يعني حطيتهم بره التصوير، نسيت فحطيتهم بره التصوير. التسبيكه دي بتدي طعم حلو قوي، عارفه اولادك هيسيبوا المحشي وياكلوا الخلطه اللي انت عاملاها تحت. المحشي بتاعنا مش بنحط ميه كتير قبل الصف الاولاني ما الميه تظهر منه، الاولاني او التاني كمان تكوني بطلتي تحطي ميه، عشان في ناس حبايبي بيعملوه كويس جدا جدا ويجوا عند التسويه يبوظ منهم. انا كنت واحده منهم قبل كده زمان. شايفين الميه فين؟ لسه محتاجه كبشه كمان اتنين كده، هنشوف هتحتاج قد ايه. يعني بصي كده اهي، شايفه هي دي طريقه التسويه الصح. هتحطيه بقى على النار وتحطي عليه على الوش شوية زيت عشان يلمع. كان عندي سمنة بلدي مش كتير، فحطيت على الوش بس، اكتفيت ان انا احط حتة كده على الوش عشان تديله طعمي كله كأنه غرقان سمنة بلدي. خدع يعني، معلش في الظروف اللي احنا فيها دي. ما تنسوش يا بنات اللايك والشير والاشتراك في القناة من فضلكم. هنا التوم للملوخية الجميلة، ملوخية خضراء، ملوخية ناشفة، انا اسفة. شوية توم محترمين كده لان التوم هو اللي هيديها طعم. كنت خلطة قطاية واحدة بس حسب الكمية اللي انت هتعمليها، يعني قطاية كده، ورحت حطيتها هتتسبك بقى، اسيبها على النار تتسبك، ما تعليش النار، خلي النار هادية. بصي هي كده اتسبكت اهي خالص، احط بقى الشوربة بتاعتي. جربوها يا بنات الملوخية بالطريقة دي وادعوا لي بجد هتعجبكم. بصي بقى الشوربة جميلة ازاي، واللحمة من جوه قلبها لونه فاتح خالص، هتعجبك قوي لو عملتي اللحم بالطريقه دي. كده بقى انا طشيت الملوخيه بتاعتي، زودتها شوربه، هتغلي، واول ما تغلي هنزل الملوخيه بتاعتي. الملوخيه طبعا انا مجهزاها ومنعماها ومخليها دوبك على ان انا هاخدها من الشنطه احطها على طول في الحله بتاعتي.
انا بقى هي الشوربه طبعا مليانه توابل، بس انا احط حاجه بسيطه خالص، يعني احط سنه فلفل اسود، سنه كمون، وهظبط الملح بتاعي زي ما انت شايفه كده، وحطيت طبعا كزبره ناشفه يعني. ولو انت يعني عايزه طعم برضو تحفه اكتر كمان، حطي فيها مكعب مرق الدجاج ماجي، هيبقى هايل برضو. ده لسان عصفور عادي خالص. طبعا المحشي لازم يبقى حواليه شويه حاجات، فانا عملت شويه ملوخيه، شويه لسان عصفور، وكويس قوي كده، لان كان خلاص الواحد كان تعب من الصيام. ف لسان العصفور محطيش ميه، ما تحطيش شوربه كتيره فيه، لان هو بيشرب الشوربه اللي تتحط فيه، كل ما تحطي له شوربه كل ما هيشربها وهيبقى طري جدا، فده مش حلو. فخلي بس الشوربه تبقى سخنه، ووقت ما اجي اقدمه اروح حطها عليه على طول. بصي بقى المحشي وجماله، كان وهم والله بجد، كان حلو جدا. جربوه بالطريقة دي هتدعولي، كان حلو حلو بجد يعني، كان طعمه وريحة وشكله وكان كل حاجة. والملوخية بتاعتنا ولسان العصفور الرائع، واللحمة بتاعتي الجميلة اللي كانت مستوية حلوة جدا، لونها من بره هايل ولونها كمان من جوه فاتح زي ما انتم شايفين، بجد كانت حلوة قوي قوي، والأكل كله كان يستاهل التعب يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.